وزارة التخطيط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن زي ما دولة الرئيس وضح باختصار موضوع الأطروحات وكذلك بالنسبة لمعالي وزير المالية، أنا أحب أتكلم على الاختيارات بالنسبة لنا. إحنا يمكن لما بنتكلم على قطاع البترول ويمكن بنقول إن من القطاعات الرائدة واللي عندها شركات ناجحة، وبالتالي لما يتم التنسيق مع وزارة المالية واللجنة المختصة بهذه الاختيارات بتعكس اختيارات الشركات اللي ممكن تؤدي في الطرح الأول في البورصة. وبالتالي كان الفترة اللي فاتت كنا بندقق علشان نختار الشركات الملائمة، ويمكن وفقا للسرد اللي عرضه معالي وزير المالية الشركات احنا يعني بنتكلم فيها وهي مختلفة من شركات خاصة بالأعمال الهندسية. بنبدأ هنا بالكفاءات، وهنا بنتكلم على شركة زي شركة انبي، ثم بعد ذلك بندخل على الشركات الخاصة بالنشاط بتاعنا الأساسي وهو الحفر، حفر البترول، حفر الأبار، وبالتالي دخلنا على شركة الحفر المصرية، ثم دخلنا بعد كده على شركات التكرير اللي هي زي شركة ميدور أو شركة أسيوط لتكرير البترول أو شركة أموك اللي هي موجودة أصلا في البورصة وعاملة نجاحات جيدة جدا. وهنا لازم أقف وأقول أنه شركة أموك من الأمثلة الجيدة جدا للشركات المطروحة في البورصة، اللي كانت في إيجي 30 وبعدين نزلت لإيجي 20 والنهاردة في إيجي 10. فأنا عايز أقول أنه سهم بتاعها أداؤه متميز، ومن الشركات اللي بنقول فيها لما شركات بتطرح في البورصة بيبقى فرص طيبة جدا للاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة. دخلنا بعد كده على الجزء الآخر خمس ست شركات التانيين وهي خاصة بالصناعات القيمة المضافة أو الصناعات التحويلية، وهنا بنتكلم عن البتروكيماويات. فيمكن عشان كده ذكرنا شركة سيتبك، وشركة سيتبك اوريدي موجودة في البورصة لكن ده هيبقى هنقول طرح إضافي. وبقية الشركات زي إيثيتكو يمكن دي شركة جديدة، وأبو قير الأسمدة موجودة، ده يبقى طرح إضافي. ثم بعد ذلك شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية، ودي أحد شركات الثروة المعدنية وزي اللي بتشتغل على فوسفات مصر. ثم بعد ذلك الميثانيكس وإيلاب. أنا حبيت أقول إن كل هذه الشركات ما كانش ممكن إنها نيجي نتكلم على النهاردة شركات في حدود 9 شركات جديدة وشركتين بنوسع قاعدة الطرح فيها، إلا لو كان إحنا النهاردة في موقع أو موقف أو مستوى جيد من توافر المنتجات. وبالتالي بنتكلم على شركات تكرير، أنت النهاردة لما تتكلم الكلام ده من 3 سنين هو كان فيه، مش كان فيه أزمات محطات بنزين وطوابير على المحطات والمنتج مش متوفر؟ النهاردة نقدر نتكلم بسهولة على شركات تكرير لأن المنتج متوفر. ويبقى أنا النهاردة لما أطرح شركة زي كده الناس هتقبل عليها سواء طرح داخلي أو خارجي. ليه؟ لأنه البينة في الشارع أن المنتجات متوفرة. بنيجي نتكلم على الحفر، وهنا بنتكلم على شركة الحفر، وانتم شايفين ان احنا الحمد لله احنا اتفاقيات قلنا وصلنا ل 82 اتفاقية، وعندنا مشروعات في البايب لاين او في الخطة بتاعتنا في خلال السنتين ثلاثة الجايين لزيادة الاستكشافات وزيادة الاحتياطي الخاص بالغاز والزيت. وبالتالي شركة زي شركة الحفر المصرية دي هتكون حصان رابح في هذه العملية وبيليها دور مهم جدا في الفترة الجاية، وهي أصلا شركة بتشتغل في مصر وخارج مصر، يعني عندها شغل في خارج الحدود أيضا. دخلنا بعد كده على مجموعة اللي هي مجموعة البتروكيماويات، وهي دي زي ما كنا بنقول على سيتبك أو أبو قير أو الإيثيلين إيثيتكو أو ميثانيكس أو إيلاب، دي كلها ما كانش ممكن نتكلم عنها إلا لما توفر عندنا الغاز وبقى عندنا اللي هي المادة الأولية مادة التغذية. مع الاكتشافات الأخيرة وزيادة الإنتاج زي ما قلنا زهر وشمال اسكندرية ونورس وأتول وغيرهم من الاكتشافات القادمة إن شاء الله، وزيادة الإنتاج اللي هيخلينا نوصل إن شاء الله قبل نهاية هذا العام للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ده يجعلنا في مكانة جيدة إن احنا نقول إن هذا الغاز نتوسع فيه صناعة البتروكيماويات وصناعة القيمة المضافة. ومن هنا برضو ده يقود ان انا اقول ان احنا الاولوية بتاعتنا في جميع الاحوال كاستراتيجية قطاع بترول هي التصنيع والصناعات التحويلية والقيمة المضافة، وليس تصدير الغاز الطبيعي. علشان بس نوضح هذا الامر، احنا عندنا قاعدة، عندنا استثمارات، عندنا مشروعات كتيرة محتاجينها في البلد للبتروكيماويات. ومن هنا ده اقدر اقول ان احنا بنشعر كقطاع بترول بان احنا ممكن نساهم في هذه الاطروحات بقوة وبدخول بهذا العدد من الشركات المتنوعة زي ما قلت، بحيث انها يبقى ليها اداء وتساعد على التنشيط ومزيد من الاستثمارات. طبعا مع
يعني نجاح البرنامج بإذن الله في خلال الشهور القادمة من 18-24 شهر زي ما وضح معالي الوزير، أعتقد أنه هيبقى فيه فرص أخرى لزيادة هذه الشركات ومشاركات أخرى، ويبقى حتى الشركات اللي بيتم تأسيسها من البداية من الآن فصاعد يبقى فيه هذه الرغبة في طرحها في البورصة ودخول مساهمين رئيسيين من أول يوم. فيعني الحقيقة ده كنت أحب أوضح هذا الكلام. إحنا طبعا يمكن سمعتم أنه شركة إنبي هي الشركة الأولى وهي شركة بنك مصر، راعي النشرة الاقتصادية في نشرة التاسعة.